عباقرة المسلمين، هل فعلا كانوا مسلمين؟ لا شك أن إسهام الأمة الإسلامية حاليا في الإرث الحضاري للبشرية شحيح لدرجة أنه يكاد لا يذكر سواء على المستوى العلمي أو الفلسفي أو الأدبي، ومن المؤكد أنك لن تذكر هذا أمام مسلم إلا وسوف يحدثك عن أمجاد أجداده ومدى إسهامهم في مختلف العلوم، كما أقحمت أسماؤهم في دروس التاريخ والرياضيات والعلوم، غير أنه من المؤكد أننا لم نعرف عنهم كل شيء مثل أفكار المعادية للدين أو العواقب الوخيمة التي لاقوها كنتيجة لتلك الأفكار. والآن لنتعرف على أبرز هؤلاء العباقرة وإنجازاتهم وأفكارهم المثيرة للجدل. ابن سينا من أبرز الحكماء في الطب في التاريخ العربي، بالإضافة لتميزه في علم الفلسفة، لقد تم تكفيره من قبل مشايخ عصره لإنكاره لمعجزات الأنبياء وإنكاره للملائكة والجن، وادعائه بأن الجنة والنار ما هي إلا بدع من خيال الأنبياء، ولقب بخليفة الشيطان، وقيل عنه كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، من كتاب المنقذ من الضلال لأبو حامد الغزالي وكتاب البداية والنهاية لابن كثير. ابن رشد من رواد الطب والفلسفة والرياضيات، بسبب آرائه المعادية للدين تم نفيه إلى المغرب ومنعت أعماله وأحرقت كتبه، كما وقد أصدر مرسوم بحقه يمنعه من العمل بالفلسفة، وقيل عنه ضال وملحد، ويقول بأن الأنبياء يخيل للناس خلاف الواقع وينكر البعث، من كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية وكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. الرازي يعتبر من أعظم الأطباء العرب وممن درسوا الرياضيات والفلسفة، بالإضافة إلى ذلك فقد انتقد الأديان والإعجاز العلمي في القرآن، وقيل عنه من كبار الزنادقة الملاحدة، وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين بقدم الأفلاك، من كتاب درء تعارض العقل والنقل. الجاحظ واحد من أهم الأدباء في التاريخ العربي، وقام بتأليف العديد من الكتب المعروفة مثل البخلاء، وذكر عنه في كتاب البداية والنهاية. كان سيء المخبر، رديء الاعتقاد، تنسب إليه البدع والضلالات، حكى الخطيب بسنده أنه كان لا يصلي ورمي بالزندقة. الفارابي بالإضافة إلى دراسته للطب والفلسفة وتعمقه بهما، فقد عرف بإنكاره ليوم القيامة وقيام الأرواح حينها، وأيضا أنكر علم الله بكل شيء، ونشر مقالات عدة في إنكار البعث، وتبنى فكرة بأن الكون أزلي وليس مخلوق. ابن المقفع اتهمه مشايخ عصره بأنه زنديق وكافر، ثم قتله سفيان بن معاوية، حيث قام بصلبه وتقطيع لحمه قطعة قطعة وشيها بالنار حتى مات، من كتاب البداية والنهاية. عمر الخيام كان من أعظم الشعراء والفلاسفة في عصره، بالإضافة لكونه عالم رياضيات، وهنا سنذكر واحدا من أهم الأبيات الشعرية التي نظمها عمر الخيام: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب، إذا كنت تجزي مني بمثله، فما الفرق بيني وبينك يا ربي. أبو العلاء المعري كان شاعرا معروفا جدا وربوبيا، يؤمن بإله خالق للكون، ولكنه سخر من فكرة وجود إله الأديان، وانتقد هذه الفكرة بوضوح ضمن أشعاره التي نظمها، نذكر منها: قد ترامت إلى الفساد البرايا، واستوت في الضلالة الأديان، فلا تحسبوا مقال الرسل حقا، ولكن قول زور سطروه، وكان الناس في يمن رغيد فجاءوا بالمحال فكدروه، دين وكفر وأنباء تقص، وفرقان وتوراة وإنجيل. بشار بن برد كان من أحد أهم شعراء العصر آنذاك، وقد اتهم بالكفر والزندقة، فأمر الخليفة العباسي المهدي بجلده بعد أن هجاه بشعره ومات تحت ضربات الصوت. أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج كان من أبرز الفلاسفة في عصره، ولقب بالحلاج لأنه قيل عنه أنه يعرف ما في قلب الشخص من خلال كلامه، تمت محاكمته من قبل الخليفة العباسي المقتدر بالله بتهمة الإلحاد والزندقة، وتم جلده وتقطيع أطرافه، وتلاها قطع رأسه ثم حرق جثته، وتم أخذ ما تبقى من جثته إلى بغداد حيث تم دفنه.
ابن الراوندي كان فيلسوفا كبيرا، شارك في مناظرات ضد الدين وأنكر النبوة والمعجزات وسخر من العقيدة الإسلامية. ألف العديد من الكتب التي تشكك بالدين والتي تم إحراقها. لم تقتصر أفعال الخلفاء الراشدين أو مشايخ العصر على العلماء الذين سبق ذكرهم، بل قد تطول القائمة وتطول. وقد يفاجئك بأن التاريخ الإسلامي مليء بأمثالهم من العلماء الذين تم تكفيرهم واتهامهم بالزندقة والكفر، ونذكر منهم ابن حيان والخوارزمي والكندي وعباس بن فرناس واليعقوبي وابن الهيثم وابن بطوطة وابن باجة والمسعودي.